هذه القصيدة بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية من كلمات الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي رئيس مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، عنوانها مملكة الحضارة والسلام. أفوق البدر أم فوق الغمام حللت اليوم يا أرض السلام؟ أرى لك في البلاد صنوف حظ من التوفيق عاما بعد عام. ألا رحم الإله مليك صدق حمى التوحيد من جهل الطغام، وأعلى راية الإسلام تسري بها ريح المحبة في الأنام. له رأي يبدد كل وهم، له رأي يبدد كل وهم، وقلب لا يبالي بالحمام. إذا وضع اللثام سمعت ركضا وفر خصومه مثل النعام. أتى قصر الرياض وجال فيه بمصمكهم ونادوا للإمام. وقامت يومها فئة وقالت سما عبد العزيز بذا المقام. وقال الناس هل ما قيل صدق؟ فأنشد منشد فوق الرجام إذا قالت حذام فصدقوها، فإن القول ما قالت حذام. سيحفظها الإله بما أقامت لدين الله صرحا فوق هامي. فما برحت لنا دارا تلالى برؤيتها مصابيح الظلام. هي البلد العظيم بلا جدال، ومملكة الخزائن والوئام، ومملكة الأصالة والسجايا، ومملكة السلام على الدوام، ومملكة الحضارة والتحدي، ومملكة الأماجد والكرام، ومملكة الشجاعة يوم بأس، ومملكة الحماية والذمام. ويخشى كل صنديد حماها، ويمنع خوفه طيب المنام. بها الحرمان في حفظ وعز، وعز الدين بالبيت الحرام. وللغة الشريفة تاج مجد بسلطان الشريعة والنظام. ومن عاش السنين بغير حب لأرض الطهر فهو من اللئام. وما أدري وكيف أظن أدري، أيبصر قلبه أم في تعامي؟ لها شعب له جند أبي، طموح النفس تواق عصامي. لها شعب له جند أبي، طموح النفس تواق عصامي. يبشر بالسلام، فإن تمادى عدو الحق بشر بانهزامي. وما نيل المعالي بالأماني، ولا بالهزل تحصد والهيام. وهذا عهد سلمان المفدى وحامي المسجدين وأي حامي. سيشهد جيلنا عهدا بناه ولي العهد صرحا بانتظامي. ومشروع الحياة إلى نيوم يبشرنا بآمال جسام. وعون الله يسبق كل عون، وفضل الله يرجى للتمام. وعون الله يسبق كل عون، وفضل الله يرجى للتمام.